مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي والمباشر حدث رياضي. قبل سرد محاور هذه الحلقة، فبأسرة طاقم شوف تي في كتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد الحكم الدولي عبد الكريم الزياني، إن لله وإنا إليه راجعون. فبالنسبة للمواضيع اللي الأسبوع هذا، تم الكشف عن لائحة هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي استعدادا للجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018، إضافة إلى رحيل بعثة الوداد البيضاوي إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، والمباراة القوية أيضا اللي غادي تجمع ما بين الفتح الرباطي والمازيمبي، نادي مازيمبي الكونغولي. كيحضر معايا دائما رضوان العلالي المحلل الرياضي للقناة للحديث على كل هاد المحاور. وبالمناسبة فاحنا ما ضروري ما غادي نتواجدوا نتجاوبوا معكم مع أسئلتكم ومع كل التعليق ديالكم. بقوا معنا وغادي نبداو بطبيعة الحال مع رضوان. يعني شنو القراءة ديالك لائحة المنتخب المغربي؟ بطبيعة الحال اولا تحية لكل المشاهدين ديال قناة شوف تيفي الكرام الاوفياء لهذا البرنامج. بالنسبة للائحة ديال المنتخب الوطني المغربي، تنظن أن الناخب الوطني هيرفي رونار قام باستدعاء لاعبين مهمين، وكذلك تم التخلي عن بعض العناصر، وبعض العناصر اللي ما تمش يعني المنادة عليها، وهذا شيء عادي وصحي في كرة القدم، لأن المدرب له كامل الصلاحية في اتخاذ يعني كل القرارات ديالو، لأنه هو المدرب ديال المنتخب الوطني المغربي، وهو اللي يمكن له يحدد اللائحة النهائية بطبيعة الحال مع المساعدين ديالو. وبالتالي لاحظنا أن الفريق الوطني المغربي أصبح يعني عنده لاعبين مهمين، عنده لاعبين كثار، حتى المدرب أصبح عنده الخيار، وحتى التألق ديال الفرق الوطنية كالفتح الرباطي والوداد البيضاوي وكذلك فريق الرجاء البيضاوي، لأنه تم استدعاء فريق الوداد البيضاوي ثلاثة ديال العناصر مهمين، وكذلك عنصر من فريق الرجاء البيضاوي. فهذا شيء يحسب للبطولة الوطنية ولاعبي ديال البطولة الوطنية. فنتمنى أن اللاعبين اللي تم المنادة عليهم انهم يكونوا في المستوى، يكونوا عند يعني حسن ظن الجماهير المغربية اللي كتتمنى انهم يؤديوا المطلوب وانهم يكونوا في المستوى، لان المنتخب الوطني المغربي على بعد خطوتين من التأهل الى مونديال روسيا، وهذا ان شاء الله ما نتمنى ان شاء الله مستقبلا. نعم، اللائحة النهائية لهيرفي رونار عرفت غيابات وغياب المجموعة من اللاعبين، من بينهم ياسين الخروبي، امين خماس، امين العكوش، وايضا مهدي صديق ديالك مهدي غارسيلا رضوان، ما عيطش ليه، محمد فوزي، وليد ازارو. يعني هاد الغيابات ديال تكلم على رشيد، تكلم على وليد ازارو، تقول لان ربما المستوى ديالو ما عرفش واحد يعني واحد الاستقرار، خصوصا المدرب ديال الاهلي المسلم. بطبيعه الحال المدرب ديالو غادي يدافع على اللاعب ديالو، هذا حقه ديال المدرب ديال الاهلي، لكن المدرب هيرفي رونار كيمشي على حساب اللاعب المتالقين. فبالنسبه لفريق الوداد البيضاء انه انا مع حاجه واحده، هو انه مثلا النهيري اللاعب اللي ما تيلعبش ويفتقد للتنافسيه، كنظن انه بامكان انه كان يعيط، لكن هو دائما كان يمكن له ينادي على لاعب اخر، لكن دائما كتبقى الصلاحيه للناخب الوطني. كذلك تم استدعاء جواد اليابيق، بحكم جواد اليابيق لاعب مهم في فريق الرجاء البيضاوي ومن احسن المدافعين في البطوله الوطنيه، زائد اوناجم والحداد اللي تالقوا في الايام الاخيره مع فريق الوداد البيضاوي، وفريق الوداد البيضاوي اللي يلعب على مستوى عالي في عصبه الابطال، وكنتمنى انه يوصل هو فريق الفتح الرباطي الى النهايه والفوز باللقب يدوه للكره القدم المغربيه، لان الكره القدم الوطنيه تعرف يعني واحد طفره مهمه في مستقبل كره القدم الوطنيه، لا من حيث الانديه، لا من حيث المنتخب الوطني، ولا كذلك من حيث التسيير. انا شخصيا ما عمرني حسيت بان المنتخب الوطني المغربي او المغرب ممثل باناس يدافعون عن مصالح كره القدم الوطنيه اكثر مما شفت في هذا المكتب اللي جا جديد بقياده فوزي القجاع. حتى واحد ما ينكر ويبغي اللي يبغي ويكره اللي يكره، هذا واقع
انه فوزي القجاع جاء وفرض نفسه وفرض المسؤولين ديال ديال ديال, ديال كره القدم الوطنيه وفرض الاسم ديال ممثلي كره القدم الوطنيه في الكاف وبالتالي اصبح عنصر مهم ومن اصحاب القرار. وكذلك انه تم يعني اختيار رئيس فريق الوداد البيضاوي سعيد النصيري لتوحد كيف كنقولوا داخل لجنه المسابقات بطبيعه الحال، لان تنقولوا اختيار ديال سعيد الناصري جا علاش؟ لانه الفريق ديالو ناجح وسعيد الناصري غادي بالفريق ديالو مزيان، ما يمكنش لك تنتقد فريق غادي مزيان يلعب عصبه الابطال ومتاهل للنصف النهائي، وبالتالي هو من الفرق اللي المرشحه تفوز باللقب ديال عصبه الابطال هذه السنه. فهذه اشياء كلها تصب في مصلحه كره القدم الوطنيه. تعرف كيف قلنا طفره مهمه يعني وجيده جدا بالنسبه للتسيير المغربي او المسيري المغاربه في الجامعه الملكيه المغربيه، اصبح لهم شان كبير داخل الاتحاد الافريقي واصبحوا اصحاب قرار بينما كنا طباع كبير في المباريات. بطبيعه الحال اصبح الكل يحترم المغاربه ويعرفون ان المغاربه لديهم ناس مهمين في الاتحاد الافريقي سوف يدافعون عن مصالح المنتخب الوطني حتى الاخر رابع، وهذا شيء مهم. لانه علاش انا قلت فوزي القجاع وبعض الناس غادي يعني وافقوني في الراي مرارا وتكرارا، هو انه في واحد الوقت باش نضرب صراحه باش انك تقلع هذاك الجدر ديال ديك واحد الشجره قديمه ديال عيسى حياته مع الجزائري روراوا باش تحيد هاد الناس، راه ماشي مهم. راه خصك تكون فعلا مسؤول في المستوى وعندك يعني اغلبيه داخل الاتحاد الافريقي. هذا ما وقع، القجع قاد حمله وتم ترشيح الملغاشي احمد وتم ترشيح كذلك فوزي القزع نائبا له وسعيد الناصري كذلك داخل اللجنه ديال الكاف. فهذا شيء مهم يصب في مصلحه كره القدم الوطني، وهذا اللي بغينا، بغينا المغرب يرجع بقوه. الحمد لله المغرب يتطور دائما من حسن الى احسن، غاديين بفضل السياسه الرشيده ديال جلاله الملك لانسترو في جميع المجالات، وكذلك المجال الرياضي اللي كيهمنا احنا كرياضيين هو المجال الرياضي. ما بغيناش نبقاو نشوفوا انه المنتخب الوطني او الفرق الوطنيه عندما تذهب للاعب في القاره الافريقيه كان غادا تلعب يعني مباراه كره القدم في جحيم، في جحيم من بزاف ديال الحوايج، من يعني من التكوينات لا من النزول في الفنادق لا من ناحيه الملاعب، من ناحيه بزاف الحوايج. دابا ولينا تنشوفوا المنتخب الوطني بجميع الفئات ديالو، فارض النفس ديالو، الفرق الوطنيه كذلك فارض النفس ديالو. هذا الشيء نتمنى انه يبقى غادي دائما في تطور في صالح كره القدم الوطني. ونبغي نشير واحد المساله اخرى رشيد انك شرتي لها، هو اننا كنقدموا التعازي لعائله الحكم الدولي السابق عبد الكريم الزياني. عبد الكريم الزياني حكم دولي سابق، كان من الناس الاوائل في التحليل والتحكيم الرياضي اللي كان دائما كيدوز في القنوات العموميه، وكان من الناس اللي اشتهر بمقوله يعني ملي كيبغي ياكد على شي خطا او شي ضربه جزاء تيقول لك ضربه جزاء لا غبار عليها، ان لله وانا اليه راجعون. نتمنوا له المغفره وتوفى هذا النهار. نعم رضوان، من بين الامور اللي خلقت جدل في لائحه هيرفي رونار والناس اللي كاينين اللي كيعبروا على الغضب ديالهم، كنتكلموا دائما ليكيب ناسيونال خاص يكونوا لاعبين اللي هما جاهزين، اللي هما خاضوا مباريات في رجليهم واللي يقدروا يعطيوا الاضافه داخل المنتخب المغربي، خاصه المباراتين اللي بقات مباراتين حاسمتين وما غاديش يقدر نوصلوا لروسيا من غير سته ديال النقاط. المباراه المقبله غادي تعرف حضور ديال اللاعب حمزه منديل، واش غادي يعتمد عليه ولا ما غاديش يعتمد عليه. حمزه منديل اللي غاب على التمارين وعلى الحصص التدريبيه الرسميه لمده 7 اشهر، واحتمال كبير انه يكون حاضر مع المنتخب المغربي. كيفاش كتشوف هذا المسألة؟ كاين بعض اللاعبين اللي تتم المنادات عليهم لانه لاعبين عندهم ديك التجربه الافريقيه وتجربه ديال مباريات كبيره، بحكم ان حمزه منديل قام يعني لعب مع المنتخب الوطني المغربي في الكاس الافريقيه الاخيره وبين على مستوى لا باس به. لكن ربما اللي غادي كيفاش غيخلي المدرب هيرفي رونار انه يستدعي حمزه منديل هو غياب ذاك العنصر اللي كيشغل مركز ظهير ايسر، لان شفنا اللاعب اشرف حكيمي لاعب شاب ليس له خبره افريقيه ولكن لعب في مركز ليس بالمركز ديالو لانه هو كيلعب مدافع ايمن ولعب ظهير ايسر، فبالتالي ما كانش ديك الفعاليه اكثر في الجهه اليسرى اللي اثرت على المنتخب الوطني المغربي، رغم اننا ما يمكنش نقولوا اننا اصبح لدينا منتخب وطني متكامل، بل مازال هناك الوقت، مازال ان المنتخب الوطني المغربي عنده عمل كبير ينتظره
في المستقبل، لانه خاصه في المباراتين المتبقيتين، مباراه هنا في المغرب ضد الكابون ومباراه في الكوت ديفوار ضد ساحل العاج، فريق قوي منافسنا، المنافس ديال كره القدم الوطنيه في هذه السنه اللي هو المنتخب الايفواري، وكان بامكاننا ننتصروا عليه هنا وكنا مسيطرين عليهم. لكن كره القدم هذه نتمنى انه ان شاء الله في المباريات اللي جايين انه نلعبوا بمبدا الانتصار والفوز ولا شيء غير الفوز لضمان التاهل مباشره لنهائي المونديال روسيا. نعم، بين امور ايضا بغض النظر على حمزه منديل والحضور ديالهم بعد غياب دام 7 اشهر، الكل كيتكلم على المستوى والقيمه اللي وصل لها عبد الله الحفيظ رفقه فريق الرجاء البيضاوي في 3 ديال المباريات. خدينا مجموعه من التصاريح من لاعبين دوليين سابقين، من بينهم تيمو ميم، بينهم كريمو، لاعبين اللي عندهم قيمه كبيره في الصعيد المغربي والصعيد الدولي، على الرؤيه ديالهم التقنيه في اللاعبين، وكيشوفوا بلي عبد الله الحفيظ كان من الامكان يكون حاضر خاصه في هذه الفتره هذه اللي كيعطي الشيء الكثير رفقه الرجاء البيضاوي. شنو القراءه ديالك؟ حتى واحد ما ينكر الاداء ديال الحفيظي، وربما انا بكثره ما انني تكلمت على الحفيظي ودافعت على الحفيظي مراره وكرارا، وانه من اللاعبين اللي خص الناخب الوطني يعيط عليهم لانه يتالق رفقته فريق الرجاء البيضاوي، وهذا شيء عادي وطبيعي، ولاعب يستحق حمل القميص الوطني، لكن كل مدرب لديه الاختيارات والقناعات ديالو. فاحنا كنشيدوا باللاعبين المتالقين وكنقولوا هاد الناس يستحقوا انهم يكونوا في الفريق الوطني، فبالتالي دائما كتبقى الصلاحيه للمدرب، ربما فضل لاعبين اخرين على الحفيظي وربما ينتظر فرصه اخرى. كذلك بالنسبه لعدد من اللاعبين، من ذيل شكون اللي توقع مكتوعد ما توقع انه غادي ينادي عليه هذه المره، لانه يفتقد التنافسيه نادى عليه. نفس الشيء بالنسبه للناهري، الناهري منذ التحقه في فريق الوداد البيضاوي لم يلعب مباريات رسميه. لكن بصراحه اسماعيل، نعم. اسماعيل الحداد، واش كان مقنع بالنسبه لك في المباراه الاخيره مع الوداد رغم ضمان التاهل؟ هو شوف، بالنسبه لاسماعيل الحداد، لاعب شاب، لاعب ما عندوش تجربه كبيره، ولكن من احسن اللاعبين اللي تجدوا يعني السرعه وكذلك الاختراق في الجانب الايسر في البطوله الوطنيه. نفس الشيء بالنسبه لاسماعيل اوناجم، في الجهه اليمنى ديالو حتى هو كيتالق وكيقدم مستويات جيده، والناخب الوطني المغربي كيشوف المباريات ديال الوداد، خصوصا ديال الوداد والفتح اللي كيكونوا هنايا، شاف المباريات، حكم على اللاعبين، اقتنع بهم، عيط لهم، حتى شي واحد ما قال انهم لاعبين ضعاف، بالعكس، عكس انه ازارو ربما ما حافظش على المستوى ديالو اللي كان هنا في الدفاع الحسن الجديدي، وربما لتغيير الاجواء داخل فريق كبير وفريق يعني مطالب دائما بالانتصار وبالالقاب اللي هو فريق الاهلي المصري. فبالتالي كاينين بزاف ديال الحوايج اللي خصنا نراعيو لهم. هو انه راه دابا حاليا ما تغلقاتش اللائحه، هادو اللعابه اللي غادي يواجهوا المنتخب الكابوني، المباراه المقبله ضد الكوت ديفوار ربما غادي تضاف بعض اللاعبين ويتم الاستغناء عن بعض اللاعبين، هذا الشيء مؤقت، لكن يتم المناداة على اللاعب وتغييره بلاعب اخر نظرا لذاك اللاعب ما قامش بالدور ديالو المطلوب او ما تالقش واللاعب الاخر تالق. فالبطوله مزيان ان تكون يعني فيها واحد التنافسيه، اي لاعب تالق ينادي عليه الناخب الوطني، فبالتالي هذه مسؤوليه كتطرح على العاتق ديال اللاعبين ديال البطوله الوطنيه اللي خصهم يجتهدوا ويقدموا افضل ما لديهم باش يمكن لهم الناخب الوطني المغربي يعيط لهم، لانه هذه مساله ديال تمثيل الفريق الوطني وتمثيل الرايه المغربيه. فبالتالي اي لاعب تالق في البطوله الوطنيه او في عصبه الابطال او في كاس الاتحاد الافريقي تالق، يعني كيصبح المدرب مجبر انه ينادي على هذا اللاعب، لانه كتصبح كتولي الجماهير الوطنيه كدير واحد الضغط كبير وكتشيد بهذا اللاعب، فبالتالي المدرب كذلك يشيد باللاعب باش بالاشاده ماشي بالكلام وانما بالمنادات عليه الفريق الاول. وهناك لاعبين تالقوا، وانا مثلا من اللاعبين، مثلا نقول لك انا كاين حفيظي راه كان مثلا كاين سكوما في فتح الرباطي كان مظلوم سنين ما تمتش المنادات عليه، تم المنادات عليه المنتخب المحلي، لاعب مهم من اللاعبين في وسط الميدان اللي كيضبطوا الايقاع ديال الفريق مع الرجاء والفتح الرباطي في ثمن نهائي كاس العرش، يعني اللي كان الرجاء هو اللي كان مستضيف اللقاء، لحظه دخول اللاعب سكوما يعني بدلت ضابط ايقاع وسط ميدان فريق الفتح الرباطي، اصبح اللاعب لاعب يعني مجرب، هو ابن مدرسه الوداد، عطى الشيء الكثير لكره القدم
اللم الوطنيه، خصوصا اللم على الوداد البيضاوي، خصوصا مع الفتح الرباطي. مشى الفتح الرباطي لعب انضبط، عطى احسن مستويات، والجمهور ديال الوداد كيتمنى انه يكون عنده لاعب مثل سكومه، لانه فريق الوداد يفتقد الى صانع العاب وسط الميدان يتحكم في ريتم المباريات، ولاعب يعني صاحب تمريرات جيده، وكذلك لاعب عنده قوه جسمانيه، فهو سيفيد الفريق الوطني المحلي. ومستقبلا من غيتالق مع الفريق ديالو الفتح الرباطي ولا مع المنتخب الوطني المحلي، لا محاله انه ستتم المنادة عليه الفريق الاول. نعم. وهذا شيء طبيعي. نعم استاذ رضوان، يعني اخر نقطه نتكلموا عليها على لائحه المنتخب المغربي اللي خلقت جدل كبير في الصفحات الرسميه، ومن بعدها مباشره نتكلموا على المباراه المقبله لفريق الوداد. يعني في هذه اللحظات بالضبط كان الندوه الصحفيه حسين عموته ما قبل المباراه. امين حاريت، رسميا الفيفا وافقت على طلب الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، واكدت على بامكانيه الاعتماد هيرفي رونار عليه في المباراه. امين حاريت، امين حاريت لاعب فريق شالكا 04 الالماني، في نظرك واش كاين شنو الاضافه اللي يقدر يقدم ليها يقدمها للمنتخب في هذا اللقاء؟ الغابون كنعرفوا الغابون كيفاش داير، البنيه التحتيه والصفات ديال هذا المنتخب هذا، واش امين حاريت غادي يقدر يعطي ديك لو بلوس ليكيب ناسيونال؟ هو رشيد كيف كنقولوا دابا، اي لاعب تالق هو لاعب محترف بالدوري الالماني، ليس بالدوري الهين وليس بالدوري السهل ان اي لاعب يلعب فيه، فبالتالي يلعب كاساسي، هذا مهم بالنسبه للفريق الوطني المغربي. وفريق الوطني المنتخب الوطني المغربي في حاجه ماسه لكل كل لاعب تالق، لا محليا لا اوروبيا، لا لاعب محترفين، اي لاعب تالق كتتم المنادات عليه، حتى هو غادي يتم المنادات عليه وغتعطى الفرصه ديالو على اساس انه يقدم الاضافه للمنتخب الوطني المغربي. وهذا من الشيء اللي كيتمناه الناخب الوطني، لان امين حاريت من اللاعبين الجيدين، وكذلك انه استبشروا المغاربه خيرا بمنحه مشاركه، حق المشاركه مع المنتخب الوطني وحمل القميص الوطني، وهذا شرف. نتمنوا انه يتالق، ونتمنوا انه يلقى ديك الاجواء اللي كيتمناها كل لاعب داخل الفريق الوطني. وبالتالي راه هناك تواجد عدد كبير من اللاعبين اللي في المستوى، نتمنوا انه مستقبلا نشوفوا لاعبين اخرين كيتالقوا، وتكون واحد التركيبه مهمه ديال اللاعبين باش تتمكن الناخب الوطني انه يختار اللاعبين المناسبين لكل مباراه. وبالتالي المباراه ديال الكابون هنايا في مدينه الدار البيضاء ان شاء الله غتكون مهمه، مع الحضور الجماهيري ديال الدار البيضاء وجماهير كل انحاء المغرب ان شاء الله، حتى الناس في اوروبا غادي يجيو يشاهدوا هذه المباراه. نتمنوا التوفيق، نتمنوا كذلك التالق ديال تعرابت مستقبلا غادي ربما ينادي عليه، لانه كيفرض الوجود ديالو لعيد وتقنيات وهذا. وشفت واحد الاستجواب ديالو، التصريح ديالو، قال بانه عادل تعرابت ديال شحال ماشي هو ديال دابا، وانه كان كذا الى اخره، ارتكب اخطاء. فنتمنى انه يكون استفد، ونتمنى انه ان يحين الوقت لكي يستفيد منه المنتخب الوطني. نعم رضوان، تكلمنا على تعرابت، يعني درتي اشاره للاعب اللي حاليا هو كيقدم مستويات جميله رفقه الفريق ديالو. ومباشره المباراه المقبله لفريق الامه، فريق الوداد البيضاوي اللي ضمن التاهل نصف نهائي عصبه الابطال الافريقيه، اللي غادي يواجه غدا ان شاء الله في الساعه 6 فريق اتحاد العاصمه الجزائري. مباراه اللي قويه بشكل كبير، وبلا شك اللي كتذكرنا بمجموعه من الامور رضوان، مباراه على 1999 ما بين 1999 2000، مباراه عصبه الابطال الافريقيه. اللاعب رضوان العلالي كيحرز هدفين، لا هدف واحد في الدقيقه، كنا منهزمين بجوج 0 رشيد في 5 جويلية ضد اتحاد العاصمه، وكان فريق قوي، وكذلك كان فريق الوداد فريق قوي، كان يعتمد بشكل كبير على المدرسه ديال الفريق. وكنا انتصرنا في مدينه الدار البيضاء في ملعب الابجيكو بواحد 0 من تسجيل الجواد بنبات اللاعب الشاب انذاك، ومشينا للجزائر وكنا منهزمين بهدفين لصفر، حتى كنظن الدقيقه 92 من الوقت بدل الضائع، يعني توفقت وسجلت فيها الهدف ديال الانتصار والتاهل للنهايه امام نجم الساحل التونسي بقياده المدرب بادو الزاكي. وصراحه انه كيكون واحد الاحساس جميل، لانه كان بعض اللعابه بعض الجماهير الوداديه طلبوا مني انه ندير رساله مباشره للاعبين، لا سمحتي يا رشيد، واخا نديروها. مرحبا. الله يبارك فيك. نعم
بالنسبه للاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي كالعاده دائما شخصيا انا اكون في الموعد انا والاخ رشيد هنا في قناتكم شوف تي في. نعم معنا حسن نعم. حسن يوسفي ومجموعه الناس اللي مازال كيتذكروا هذا اللقاء. فبالنسبه لحسن من فداك اللقاء شحال كان عندك بالضبط في من سنه؟ حنا متبعين معك ونتفاعلوا معك بطبيعه الحال كاع الناس اللي كيتذكروا تقريبا 26 سنه 26 سنه قريبا. رضوان 26 سنه كنتي في قمه العطاء ديالك. قمه العطاء ديك الساعه في المنتخب الوطني المغربي وكان معنا المدرب بادو الزاكي وكان فريق الوداد البيضاوي في المستوى ديال دائما فريق الوداد البيضاوي دائما كان متالقا نفس كذلك نفس كباقي الانديه الكبيره الرجاء الجيش الى اخره. فاللائحه طويله كنا دائما يعني دائما الوداد حسن كتشارك 22 سنه نعم. حسن يوسفي كانت عنده 22 سنه ولين تحيه لك اللي حضر معنا اليوم. رشيد ذو المستوى كيتفتف وراه القضيه في مباراه الوداد البيضاوي حنا كنا كنتفتفوا راه خلعنا الماتش ما كاينش حتى شي. مرحبا بك لين ولكل تعليق الاخوان اللي غادي نقراوهم ما عندنا ما نخبيو على بعضياتنا كل شيء. مرحبا يعلق يقول التعليق ديالو كيف ما كانوا حنا غادي نتفاعلوا معها طبيعه الحال. كاين ايضا خليل بحلولي خليل ويا رضوان اشرف الزعر واش ما يعيطوش ليه عاد ربما المستوى ديالو كان يعني ما كانش قار فبذلك هو المنتخب الوطني في امس الحاجه بحال اللاعب بحال اشرف الزعر لكن التالق ديالو ربما مع الفريق ديالو اللي ما خلاش الناخب الوطني لكن نتمنى مستقبلا انه يكون مع التشكيله ديال المنتخب الوطني. طبيعة الحال يعني كنا كنتكلموا على الهدف ديالك التاريخي في 1990 نعم انت تاهلنا وكانت الابطال نعم. الهدف الوحيد اللي بقى راسخ في الذهن كل لانه جا في الدقيقه 92 93 من الوقت الميت. حكي لنا على التفاصيل ديال ذاك. حنا شوف حنا كنا مع بادو الزاكي كان في البدايات ديالو في التدريب ديك الساعه وكنت انا وياه وكنا يعني الصراحه كنا بحال الخوت قبل ما يدخلوا ذوك المخروضين دوك المسيرين اللي كانوا بغاو يجريو عليه بطريقه او اخرى قالوا اش نديروا ارا نخاصموا مع العلالي باش. ولكن الحمد لله كلشي يعني كلشي كان فرحان انتصرنا في هذيك المقابله واننا حنا غادي للجزائر. كان الزاكي دائما يعني كيدور علينا في الفندق في لي شومبر ديالنا وكيتكلم معنا وتيقول لنا خصنا نربحوا المساله وطنيه وان فريق الوداد البيضاوي كنعرفوا بانه الفريق الوطني يعتمد على عناصر مهمه من الوداد وتكلم عليا بزاف وداك سميتو. ولكن دخلت وعطاني واحد الثقه كبيره الصراحه بادو الزكي ودخلنا انتصرنا في المباراه كنا منهزمين حتى لاخر دقيقه. اللاعب زغدود اللي كان كيلعب في المنتخب الوطني الجزائري حط كره في الصدر ديالو بعد واحد الكره طويله من نصف الملعب الاخر ديالنا بعد ما عطاها ليه عادل الشبوكي لعبها عماد الشيخ طويله. اللاعب دار ديك الثقه بغى يدير كونترول بالصدر ديالو خديتها ولعبتها في 90 جاب الله التيسير انتصرنا ربحنا ديك الساعه انا والزاكي كنتمرمدوا في الارض بالفرحه. نتمنى هذه الفرحه تتكرر ان شاء الله غدا ونجيبوا التاهل من الجزائر لانه مهم انك تسجل على هدف على الخصم في الملعب ديالو. ومهم اجواء دازت جيده بزاف وما تنساش من الذكريات الجميله اللي داز عند اللاعبين. كانوا لاعبين كان الحارس عشاب كان عادل الكوار عماد بن الشيخ محمد بن شريفه عادل الشبوكي مصطفى الرتباوي كان حميد تيرمينا سعد فيصل عميق الدور عبدو ربي كان كحيل كان عبد الله ينباي من اللاعبين الافارقه اللي كان لعبوا معنا. كان واحد الانسان اللي كان هو كيموت التوني كان ديك الساعه الحارس بن عبد الله وكان الحارس وجيد كانت واحد الترسانه كبيره كان خالد خامه في الوسط كان الخويل كان واحد اللاعبين اللي صراحه طاول كتفتقدهم اليوم بطبيعه الحال كنتوحشهم. رحنا خوت رحنا كنا كنشوفوا بعضياتنا اكثر ما كنا كنشوفوا عائلتنا ووالدينا لانه كنا دائما مسافرين دائما غادي اللاعبين. مين سجلتي ذاك الهدف شنو شفتي بين عينيك ديك الساعه؟ ما بان لي والو بان لي الزاكي تميت غادي تنبكي وتنغوت عرفتي صافي يعني من بعد لعبت واحد 30 ثانيه صفر الحكم تعانقنا انا والزاكي بقينا كنبكيو وما نعاودش نقول لك الحال الشيء الجميل صراحه اقسم بالله العظيم. من بعد المباراه انتصرنا وخرجنا الجزائر العاصمه وتنتجولوا كنت غادي انا والزاكي وكنهضر انا وياه وكنتناقشوا تلقاو لينا الناس كيموتوا على الزاكي بزاف الجزائريين قبل ما يمشي عندهم ب 10 سنين تقريبا 15 عام
وملي مشينا كندورو تما كيفاش الناس كيرحبوا بنا في المقاهي في الازقه في الشوارع، تقول هذا هو العاده، هو اللي سجل علينا هدف، برافو، هذا المزاكي مدرب اسطوره ديال كره القدم، حارس دولي كذا الى اخره، نفتخر بك، هذا الى جانب متجر والخضر باللومي، فاشياء جميله. فبالتالي كنظن ان الجماهير دائما الجمهور ديال الجزائر الجمهور شفنا خير دليل على الكلام ديالي هو ان شفنا الطريقه اللي تم استقبال بها اعضاء وفد فريق الوداد البيضاوي من مسيرين وجماهير ولاعبين، طريقه يعني تم استقبال ديالو في المطار بالورود، وهذا شيء جميل كيبين على انه كره القدم هي تجمع السلم والتاخي في ما بين الامم، وهذا شيء جميل اننا نشوفوه. انتصرنا هناك في ذلك الوقت، نتمنى ان في الوقت الحاضر ما يتمنى الجمهور وحاليا انه يشوف فريق الوداد البيضاوي ان شاء الله في النهائي ويفوز بالكاس، نتمنى ان اللاعبين يكونوا في المستوى في هذه المباراه وان شاء الله يجيبوا التاهل منتم، لان ما عمر ما يعاولوا يقولوا راه ما يمكنش ديما نبقاو نعولوا على الجمهور، راه عند الجمهور. ما نساوش ان الفريق الجزائري اتحاد العاصمه الجزائري عنده جمهور قوي وعندهم من احسن الالترات اللي كتشجع من الالترات الاولين اللي بداو داك التشجيع يعني المطور اللي ولا دابا، يعني الناس اللي في المستوى العالي بالشهور الاصطناعيه ديال كيشجعوا التشجيع صراحه التشجيع ديالهم قوي بزاف بزاف بزاف. نعم. ويمكن ياثروا على اللعابه، ولكن نظن انه اللعابه ما ياثروش علينا لان حنا كنلعبوا في ملعب كبير دائما ديال محمد الخامس ولا الرباط ولا مراكش ولا فعلا غادي يكون دائما الجمهور اللعابه مولفين عندنا، ما غاديش مولفين بالجمهور مولفين بالكثافه ديال الحضور الجماهيري، تنظنش ان داكشي غادي ياثر. اللي غادي ياثر انا متخوف من ارضيه الملعب فقط. نعم 5 جويه غادي يعرف حضوره طبيعه الحال، حضور قوي للمشجعين اللي غادي فوق العدد ديالهم 70,000 متفرج اللي غادي يكون حاضر المباراه باش انه يشجعوا الفريق الجزائري، ولكن كاين هنا ايضا الجمهور اللي يسافر مع الفريق باش انه يساندوا. الكل كيتكلم على كيطلب من رضوان انه يوجه رساله مباشره للاعبين من اجل تحفيزهم ومساندتهم معنويا في هذه المباراه. كاين مكرج ديالك هذا المذيع كيجاوب على اللي بغى. لا انا كنحاول نجاوب كل شيء غير بالصفه، وانا كنعتذر للمشاهدين على حساب رواتب وي معايا والعديد العديد من الرسائل كيوصلونا من غض النظر على الصفحه، فكاينين في البريد الالكتروني ايضا. نعم كاين لين هي ايضا كتسولك كتقول لك علاش انا البرنامج توقف، واش كان كونجي ولا ما كان كونجي. البرنامج ما توقفش طبيعه الحال، حنا كونجي علو عاد خدمت، حنا دائما حاضرين معكم. وغادي يوجه الان رضوان العلالي رساله خاصه للاعبي فريق الوداد لهذه المباراه الخاصه. تفضل رضوان. اولا انا يمكن لي نقول واحد المساله، التشكيله ربما المحتمله، ف بما اننا حنا مباشره معكم نتمنى انكم شوف صحابي صيفط التشكيله المحتمله اللي كنتمنوا انه يدخل بها فريق الوداد البيضاوي في هذه المباراه. انا غنعطيكم واحد التشكيله وتعقبوا عليها وتقولوا لي شكون اللي غيكون وشكون اللي ما يكونش، كل واحد ونتبادلوا الاراء بيناتنا، ونتمنوا ان التشكيله او اللاعبين اللي لعبوا يكونوا في المستوى ديالهم، هذا هو اهم شيء. انا نعطيكم التشكيله المحتمله ديالي والطريقه ديال اللعب. لا راه غادي نتكلم على رساله، لانه غنتكلم على التشكيله وغنعطي كل لاعب الرساله ديالو. تفضل نجيب الله العروبي، زهير العروبي كحارس مرمى، النصير العطوشي رابح وطاره، النقاش السعيدي في وسط الميدان دفاعي قدام بن شرقي، الحداد وناجم وداهو. فبالتالي هاد التشكيله اللي ربما انا قلت تقدر تعطي يعني النتيجه والاكل ديالها ان شاء الله. زهير العروبي، تحيه لزهير العروبي، يقوم بمباراه في المستوى، وكان له كان ليك الفضل في الفوز في المباراه الاخيره ضد سان داونز وتالقتي، فنتمنى انك تالق وتثق في نفسك لانك اللاعب الاكثر الى جانب رابح، اللاعب الاكثر يعني ثقه ونضج في وسط التشكيله ديال الفريق الى جانب كذلك النقاش ونصير. نصير حتى واحد ما يتكلم لي على نصير، انا شخصيا نصير يقنعني دائما في الجهه اليمنى، يقدم مستويات جيده، لاعب يقاتل، لاعب دائما كتلقاه يعني كيف كنقولوا كيسرد لا كتلقى كيتقاتل رشيد بصراحه. وترى باقي ما لقيناش ذاك المستوى ديالو، علاش قلت انا وترى غيلعب؟ لانه شفنا قذارين من اللاعبين الجيدين في مستوى عندهم، يعني عنده مستقبل كبير مع فريق الوداد البيضاوي، فبالتالي ما نزربوش عليه بشي. شفنا في المقابله الاخيره ربما مع الضغط شويه ارتبك، ما كانش الاداء ديالو داك الشيء اللي كنا باغيين، لكن يبقى ابن المدرسه، اعطى الشيء يعني المطلوب منه، لكن بغينا الاكثر بحكم
تخوف ربما المدرب عموته على حسب اعتقادي انه يلعب وتر اكثر نضج لانه كيلعب مع المنتخب الوطني ديالهم ولاعب اللي لعب مباريات كثيره فبالتالي غيلعب في الجهه اليسرى وكذلك رابح العطوشي في الاكس وقدامهم النقاش السعيدي. رابح العطوشي حذاري من ان التهاون وواحد يعول على واحد كيقول لك ما تجبدش لينا خضروف لان دابا انا ما دويت لا على خضروف الاول وحنا قلنا اللي بغى يعطي التشكيله اللي بغى يعطي التشكيله يقول 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 التشكيله ديالو اللي تيشوفها وناقشوا كل لعاب علاش هذا اللعاب بغيتي هنا احسن من هذا فاش شنو هو باش كيمتاز على اللاعب الاخر. نعم فعلا مش رابح العطوشي في الوسط ميدان وسط الدفاع العطوشي يعني العطوشي ملي كيطلع في ضربه الاخطاء دائما يسجل غالبا ما كيكون دائما فبالتالي فريق الوداد البيضاوي حذري ثم حذري لان خصوصا في الدفاع لان الفريق الجزائري يتقن تنفيذ ضربه الاخطاء وهناك خطه ما بين اللاعبين في مربع عمليات الخصم فبالتالي لازم تكون حراسه لاصقه فحذري رابح والعطوشي من التهاون ومن ديك التقوليه خصم لازم يكون حار يكون دائما كيف كنقولوا كان كيقول الزاكي الله يذكره بخير كيقول ديما خصك تكون على القرص. في وسط الميدان الدفاعي النقاش السعيدي حيد السعيدي نهضر على النقاش النقاش توعد ما يناقش ان حتى واحد ما يناقش النقاش على الاداء ديالو الدفاعي في وسط الميدان يقوم يحارب كيقطع الكواري الى اخره كيخسر اللعبيه ومهامه الهجوميه وكذلك كيخرج يطلب الكره وما تيخافش منها. برافو السعيدي يقدم مستويات جيده ومن اللاعبين اللي مستقبلا يقدر يعيط عليهم الناخب الوطني بالشرق رضوان. يعني السعيدي يعني سجل الهدف ديالو الاخير مع فريق الوداد هو الهدف المئة في تاريخ الوداد البيضاوي في عصبه الاخضر الفرحي. تفضل سردان. واحد الاخ قال واحد النقطه مهمه وجبد واحد اللاعب كيعجبني انا غير انا ما عرفتش واش اللاعب موجود ولا لا. خليل الوداد قال لك الهاشمي ما كان وتره والهاشمي بخبره كبيره 100% الا لعب هاشمي في بلاصه وتره في الجهه اليسرى اقسم بالله الا غادي يادي هذاك الدري مكسب الفريق الوداد وتم التفريط به من فريقه السابق لانه الهاشمي من اللاعبين الجيدين وانا اؤكد انه الهاشمي ملي ياخذ المكانه ديالو الله لا بقى قلع عليه لا هذا لا ذاك انا باش نكون واضحين من اللاعب الجيد غير كيتسنى الفرصه ديالو ياخذ الفرصه ديالو غيكون في المستوى. بن الشرقي وسط ميدان هجومي فبالتالي لو كان بأيت بن يدر كنت غنقول بن الشرقي يلعب هو راس حربه الى جانب الحداد وناجم. علاش نحيي الضاو علاش لانه يكون ايت بن يدر معاهم في الوسط الميدان لانه لاعب حتى هو اللي كيشد الكره تيعرف كيفاش يفتك الكره من الخصم كيعرف كيفاش يلعبها في نفس الوقت صاحب تمريرات جيده مع السرعه ديال اناجم والحداد في الاظهره. الحداد كان في هذه المباراه في المستوى الكره ديال المستوى ديالو مازال الحداد خاصك اخويا تركز مزيان داخل مربع العمليات لانه كتصل مربع العمليات كترتبك كتقوم بعمل رائع بسرعه خارقه في اختراق الخصوم وفي المدافعين ولكن كتوصل المربع العمليات انك كيكون واحد شويه ارتباك. حضر عقلك خويا ونتمنى لك التوفيق راه من الاصدقاء ومن الدراري اللي عزاز عليا كذلك اناجم كمل في الطريق ديالك ضاهو ما عندناش عليه فين باش نهضروا بصراحه ما عندناش شي افون سونتر اللي في المستوى باش يمكن لينا نحيدوا ضاهو وندخلوا افون سونتر اخر يقدر عموته يحيد ضاهو ويزيد لاعب وسط الملعب ويخلي ثلاثه القدام الحداد بن شرقي وناجم. هذه رساله بسيطه الى اخواتي في فريق الوداد البيضاوي اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي اصدقاء ديالنا الزملاء ديالنا خوتنا الصغار نتمنوا لكم التوفيق في هذه المباراه نتمنوا انكم تكونوا في المستوى وتقدموا ما هو مطلوب منكم تقاتلوا في الملعب اديوا بحماس تكون اداء جماعي لا فردي هذا شيء اساسي عند ضياع الكره ولا يجب الرجوع الى وسط الميدان من اجل افتتاك الكره افتتاك الكره ومساعده الزملاء ديالكم لانه سوف يكون ضغط رهيب على الدفاع ديال فريق الوداد وبالتالي هنا ملي كيكون الخصم كيهاجم هنا الدور ديال اسماعيل الحداد ونجم الخطوره ديالو فين خصها تكمن لانه كنتمنى انهم في الحملات المرتده بالسرعه ديالهم انه فاجئوا فريق اتحاد العاصمه ويوصلوا المرمى الخصم ويحاولوا انهم يسجلوا على الاقل غير هدف. نتمنى لكم التوفيق والله يسهل عليكم ونتمنى ان شاء الله غدا نفرحوا معكم وغدا ان شاء الله كاين عندنا برنامج مباشر علي الحمراء كتمثل المغرب اخويا طبيعة الحال حد موفق الفريق الوداد البيضاوي وايضا الفريق الفاتحه الرباطي اللي كتصادروا مباراه قويه امام الوادي عادل قال لك التشكيله مزيان هذا الشيء اللي كاين وانا كنشوف ما كتشوفش باللي بن شرقي ربما يعطي في الجناح اكثر من لا شوف بن شرقي خاطر
خاطر في كورتو تيشدها تيلعبها من اللعابه اللي باش نهضر معاك بلغه الكويريه بالشرقي ماشي قفقاف تيق في نفسه كويري عنده في رجلو صاحب لمسات عطا واحد ثلاثه او اربعه ديال لي باس لا لداهو لا لاسماعيل حداد برعهم وما تمش الاستغلال ديالهم. تشوفوا عمر الشباوي خويا عمر مرحبا قال لك حارس المرمى العروبي الدفاع نصير رابح العطوشي الهاشمي خط الوسط النقاش السعيد الكارتي الاجنحه ونجم حداد بن شرقي فراس حربه كيبان لي احسن من داهو والله العظيم تشكيله في المستوى تشكيله في المستوى هذا خاصه كاين الهاشمي كاين الهاشمي الهاشمي انا بن شرقي فراس حربه علاش احسن من لا الكلام. انا قلت لك وطار نوطار علاش لانه الفريق يبدا يلعب لك على الكرات ثابته وطويل وعنده قامه طويله وقوه جسمانيه مهمه فهمتي غادي يساعد في الدفاع هذا هو علاش انا قلت وطارة. اما الهاشمي انا احبذ انه الهاشمي ما يلعبش في المباراه يلعب مباراه ديال الروتور هنا في كازا لانه غادي يحاول يقلب اللعب لانه غادي يساعد اوناجم في ديك الجهه او الحداد في اليسار غادي يساعده في الملعب في اي كظهير ايمن او ظهير ايسر غادي يقوم بواحد العمل كبير لانه الهاشمي عنده تجربه وتجربه كبيره ومازال عنده ما يعطي الفريق الوداد ومازال فريق الوداد بداو يستافد من هذه التشكيله نحترموها الاخ عمر شباوي وكاع التشكيلات ديالكم اللي عطانا التشكيله غنحاولوا نقولوها ياك رشيد بطبيعه الحال غير للاشاره فقط شوفوا شكون اللي باينه فيه مدرب خبر صار للفريق ومشجعي الوداد البيضاوي هناك احتمال كبير لعودة وليام جيبور بحكم أن فريق النصر السعودي يعني في مفاوضات اليوم مع المكتب المسير فريق الوداد البيضاوي من أجل إعارة اللاعب أو إعادته إلى نادي الوداد البيضاوي بعد ما لقاش المكان دياله وما كسبش ثقة المدرب فريق النصر السعودي ما عرفتش الرأي ديالكم يعني لا أنا غادي نعطيك حيت النصر ما عدمش أوناجم والحداد اللي غيخدموا عليه بقاو السونطرا ولا لانه كيعرف غير بوطو كيتسنى في لاكس الكره على اي اشوف قال لي مسكين خالد ورحزاني ياك خالد ورحزاني خيلو العلالي علاش ما مشيتيش مع ليكيب مزيان خويا راه ما عيطوش لي حتى انا ثاني راني خدام الا مشيت معاهم مزيان شكون اللي غادي يبقى متواصل معاك انت والاخوان صافي شي بغيتي يا خالد هادشي اللي بغيتي تحيه للخالد وحسن ايضا يوسفي تحيه ليك ولكل المشاهدين الكرام اللي كيتبعوا البرنامج غيزو غزلان جيبوها يا الاولاد حظ موفق بطبيعه الحال لفريق الوداد البيضاوي هل اللياقه البدنيه الوداد ستكون في المستوى في الديار الفرنسيه وتتابع دائما البرنامج يعني صديقه للبرنامج وداديه حتى النخاع وتحترم كل الفرق الوطنيه فتحيه لكل الجاليه المغربيه في كل بقاع العالم نعم المباراة الأخرى اللي الفريق الفتح الرباطي قال كاين اخويا اللي بقى معانا انا معاكم اخويا انا ورشيد خاصنا ما كانش رشيد راه ما كاين والو انا راه خاصني نقلب السونتر خاص رشيد يدي ماركي وعلاش ما سونتريش انا تخصك تماركي دابا انا راه 10 غندير لك حتى 9 صافي عطيني تحية ليك الفريد عبد الصمد توحشناك خويا رضوان انا رجاويك انت من قلبي الفوز الوداد البيضاوي الله يحفظك هذه الوطنية الاسد المغوار انا عسكري وعشت على اعصابي في مباراة الوداد وسان داونز واتمنى انتصار الوداد ما تنساش احمد توفيق احمد أخ ذو الجنسية عراقية مغربية لكن صراحة دائما معنا في البرنامج وكيتواصل معايا دائما وكيسول على البرنامج ودائما ومعجب بالقناه شوف تي في ومعجب بالبرنامج ديالنا ودائما كنحييك خويا توفيق احمد توفيق قال لك سؤال كابتن رضوان ما نظرك في اداء بن شرقي كصانع العاب لاعب جيد وقلت اخ توفيق انه من اللاعب الجيدين ولاعب عنده في رجله بامكانه ان يعطي الشيء الكثير لاعب اللي جا من المغرب فاسيجا من فريق كبير يشد الكره بعد مرات في رجله لا رضوان كويري كيشد الكره كتمشي ليه بزاف المرات شتي ديك الشده ديال الكره ديالو حلوه غير كانت عنده واحد شويه الصحه والله العظيم يدير حال هذاك الاول فنتمنوا ليه التوفيق انه يستافد من الاخطاء شيكاغو ولد من العنق تحيه لكم من ولد العنق في شيكاغو ابراهيم هيما مرحبا بك ابراهيم ومرحبا بالاسئله ديالك ايضا هشام برشلونه ديما وداد الامه ياسين غنبو يمشي في حاله ما عرفتش علاش كيدوي على من كدوي يا ياسين وسيم داهو ناقص بزاف اولاد
اولاد واي شنو بالك في رضوان؟ سؤال وجيه بطبيعه الحال كنت نسولك فيه. انا نهضرو بصراحه راه ما يمكنش غتعتمد على اولاد واخا يكون كيف ما كان المستوى ديالو، ما يمكنش تعتمد عليه في مباراه رسميه وهو باقي ما عندوش مباريات ما لعبو، ما كاينش داك الانسجام في مباريات، لانه كون كان باقي ماجل شويه الكاس عصبه الابطال وتلعبوا مباريات واحد ربعه ولا خمسه المباريات في البطوله كان يعتمد عليه وياخذ ديك التنافسيه وفي نفس الوقت الانسجام مع اللعبه يمكن لك تعتمد عليه، لكن هو لازال لم ياخذ اي لقاء مع فريق الوداد البيضاء في البطوله الوطنيه، فمن الصعب ان يعني تعتمد عليه كأساسي، ربما في الاحتياط كنظن انه غادي يكون، وكنتمنى انه يكون ورقه رابحه في الدخول في الشوط الثاني. مباراه الفتح الرباطي امام ابراهيم طويل، شوف لي ابراهيم طويل نشوفوا طويل نشوفوا راه مازال غادي نرجعوا ليه التشكيلات ديالو، مازال غادي نرجعوا الاسد الرابح العطوشي نصير سعيد القاسم الشرقي وناجم وطارة الحداد، ولكن وتراش بغيتي تلعبوا لينا فاسونت راه ورا دون مدافع ماشي مهاجم اخويا عثمان عثمان. نعم نوصلوا احسن برنامج تحيه للسي العلالي، شكرا مهدي بادي احسن يلعب اولاد على داهو، هذا عثمان بن نشيب، سلام خويا رضوان العلالي والسي رشيد راكم في المستوى، كملوا على هذا المنوال وتبارك الله عليكم اخويا رضوان، راحنا توحشناك، وشكرا للاخ رشيد فريد، وشكرا ايضا للطاقم التقني اللي كتكون كل من سمير زكريا جنود الخفاء، جنود الخفاء تحيه لهم، تحيه للطاقم قناه شوف تيفي، غنتقلوا مباشره لمباراه الوداد البيضاوي وتي بي مازيمبي اللي قدر فريق الفتح انه يحافظ على اللياقه البدنيه وعلى الاستقرار البدني للاعبين ديالو خلال المباراه الاخيره امام الرجاء برسم ثمن نهائي كاس العرش، وقرر انه يلعب الفريق الثاني ويخلي الفريق الاول ويحقق نتيجه ايجابيه بطبيعه الحال هو التعادل بدون تسجيل اهداف امام فريق العالمي الرجاء، وكيف شفتي وتبعتي معنا رضوان التصريحات ديالو واش كتشوفها انها مستفزه ولا من حقه؟ هذا هو حال ركراكي ركراكي النهار شناه، يا لما شفت في الرجاء كيدور الوداد ولكن عيق بزاف على الوداد في كل مره كيبقى يهضر بزاف، انا غنلعب غير مع سميتو مع الفريق بالفريق الثاني مع الرجاء، انا غادي هذا العام ما غاديش نلعب على البطوله وغادي ندير لكم الحرشه ماش كيقول شي حوايج بعض المرات، المهم احسن حاجه هو تينشط لنا البطوله وتيخلق واحد الجو داخل البطوله وهذا شيء جميل، في التنافس كتكون حرب كلاميه عادي عادي نتقبلوها مادام السيد ما تيخرجش الاطار، غادي في اطار الرياضه وهذا شيء عادي تيقع في اغلب الدوريات الاوروبيه، لاعب لعب الكره لعب المنتخب الوطني كان في المستوى ومدرب غادي بالفريق ديالو لاعب شاب مدرب شاب يطمح الى تحقيق الفوز بكاس الاتحاد الافريقي، نتمنوا له التوفيق خصوصا انه يلعب مع تي بي مازيمبي، الكل كيعرف القوه ديال هذا الفريق هذا اللي خسر ربما السنه الماضيه فريق الوداد البيضاء، ما بقاش القوه ديالو ولكن فرصه للوداد والفتح باش انهم يوصلوا النهائي، غادي يوصلوا غيوصلوا ان شاء الله غيوصلوا ان شاء الله، ونتمنوا لهم التوفيق، وقلنا بانه المباراه اللي لعب الفتح مع الرجاء وتعادل 0-0 انه ما نساوش انه فريق الرجاء البيضاوي، انا قلت هذاك العام ونقول دابا بانه من المنافسين الاقوياء على البطوله ديال هذه السنه، لان يعني فريق الرجاء البيضاوي يتكون من ترسانه مهمه من لاعبين اللي قادرين امكانهم انهم يفوزوا باللقب الى جانب الوداد وعدد كبير من الفرق، نتمنوا توفيق جميع الانديه ونشوفوا كل اللاعبين يكونوا في المستوى باش يمكن لهم يطعبوا المنتخبات الوطنيه بكل فئاته العمريه وكذلك المنتخب المحلي والمنتخب الاول هو الاهم، نتمنوا الفريق الرجاء بالتوفيق، نتمنوا الفريق الفتح الرباطي التوفيق في المسار ديالو، انتصر في مباريات عديده وصل مباريات عديده وصل لهذا الشيء اللي وصل ليه ماشي بالسهل ماشي صدفه بل هو عمل، وانا قلت واحد المساله اللي هي مهمه ومهمه بزاف انه فريق الفتح الرباطي يتوفر على مكتب مسير احترافي بمعنى الكلمه لا لا لا, لا مثيل له في البطوله الوطنيه وبكل صدق، يعني عندهم مكتب محترف بمعنى يعني بمعنى الكلمه في المستوى يو سي، ما عمرنا عمرك سمعتي الفتح عنده مشكل مادي، عمرك سمعتي الفتح ما خلصوش هاد اللعاب ولا ضيعوا هاد اللعاب ولا ناس انا كيبداو الكونسنتراسيون ديالهم في الوقت في المستوى في الوقت. ناس في المستوى رشيد ناس يعني والله العظيم ناس اللي صراحه الاحتراف يعني اكيد النتائج اللي كيوصلوا ليها مازال هذه بدايه في نظرك شنو هو لو ستيل دي جو اللي غادي يحاول يعتمد عليه الركراكي في المباراه الذهاب اللي غادي تلعب في الكونغو؟ اش نقول لك هو دابا الركراكي راه معروف، يعني انا الركراكي كيجيني في طريقه اللعب ديالو كيبغي يشبه يعني تشبه بطريقه اللعب ديالو بحال طريقه اللعب ديال سيميوني ديال اتلتيكو مدريد، يعني تيبغي يلعب اللاعب كيخلق فيه بواحد الحبس قوي، وهذا الشيء اللي شفناه في المباراه ديال الرجاء، غالبيه العناصر لم تشارك في المباراه الافريقيه الاخيره،
واللي لعبوا ابانوا عن امكانيات وعلى انهم قادرين يحملوا المشعل ويلعبوا لا يقلون اهميه ومستوى على اللاعب الاخر. الفرقه كلها رجعت للورا ماشي لا، ولكن اسمح لي تبعتي الماتش. لا اسمح لي تفرجنا في الماتش، ولكن ما تنساش واحد القضيه، راه ملي كتكون لاعب الحد ولا السبت ويلعبوك ثلاث وغادي ثاني مسافر غادي يلعبوا ثاني مشاو سافروا، راه فهمتي المسافه طويله وبزاف الحوايج الله يكون في العونات الحوايج ما خصناش ننساوهم، ولعبوا لاعبين جداد ولاعبين اللي ربما ما كيلعبوش اساسيين ودخلوا ولعبوا جابوا التعادل مع عامن، حيت الاهم راه مع عامن راه مع الرجاء، داكشي علاش دوي الركراكي ما لاحظتيش انا راه كان لعب مع فريق عادي من لعب من الفرق اللي ما كتلعبش على الالقاب غنقولوا عادي، ولكن الا لعب مع الوداد ولا مع الرجاء راه غيبدي يدوي، غير التعادل راه بالنسبه ليه هو راه شيء. ما لاحظتيش مؤخرا معظم الانديه اللي كتواجه الرجاء البيضاوي في الدقيقه 60 القدام اني كنشوفوا الفريق كله كيرجع، كتبقى الفريق رجاء كيلعب في النص الثاني ديال التيران. كيفاش ما كتلاحظش في معظم الانديه مؤخرا ملي كيواجهوا فريق رجاء البيضاوي مباشره من بعد الدقيقه 60 كنشوفوا الرجاء كتلعب في نص التيران ديال الخصم ديالها؟ انا غادي نعطيك واحد المثال بسيط، انهم ملي كيكونوا عندك خمسه ديال المدافعين، ظهير ايمن ظهير ايسر، جوج المدافعين واحد مدافع اوسط وواحد كيتسمى مساك، قدامهم واحد كيتسمى كاسور دو جو، كنلعب في الاول عادي، ولكن اللعبه ديال الهجوم مثلا ملي كيضيعوا كره بزاف، ملي كيضيعوا الكره فين كيمشي الضغط على الدفاع، فبالتالي كتولي الكره عند الدفاع الخصم وكيوليو دوك اللعابه ديال الهجوم وكيرجعوا باش يفتكوا الكره باش يعاودوا من جديد، هذا شيء عادي. واحد الوقيته كتلعب الريال مع البارسا، الريال كلها راجعه في نص الملعب ديال، علاش؟ لانه البارسا كلهم كويريه تيلعبوها، الا ما رجعوش راه غيدخلوا بها البوطو، الوغ خصك ترجع، خص كريستيانو يرجع وخص غاريت بيل يرجع باش يدافعوا، ولكن ملي كيشدوا الكره عاد كتبان الخطوره ديالهم كيباغتوا الخصم. اللي كل مدرب والطريقه ديالو، كاين المدرب اللي كيلعب مع الكره مفتوحه وكاين المدرب اللي كيسد المنافذ وما كيخليش تلعب على راحتك وكياخذ احسن العناصر ديالك سيدي عليهم رقابه او يعني كيعطيهم اللعابه اللي كيقوموا بمراقبه هاد اللاعبين هادو لحد من الخطوره ديالهم. كل مدرب وعنده، لا ننكر ان فريق الرجاء فريق قوي ويضرب له الحساب، وانا قلت لك السنه في الفارطه قلت بانه الموسم الماضي قلت لك ان فريق الرجاء هاد السنه غيلعب على اللقب بقوه، وهذا ماشي لانه يتوفر على اللاعبين جيدين في المستوى، شنو المباريات ديالو اللي دار مباريات في المستوى. نتمنى التوفيق للجميع للفريق الرجاء للوداد للجيش. لا توقع ديالك مباراه الفتح؟ شوف الى 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 وليد الركراكي جاب التعادل من تما كنظن انه غادي يتاهل ان شاء الله. حد موفق فريق الوداد البيضاوي خصو ينتصر، حد موفق الفريق الوداد البيضاوي امام خصمه المقبل، مباراه اللي غادي تجرى يوم غد الجمعه بملعب 5 جويي ملعب العاصمه الجزائريه. كنتمنوا حد موفق الفريق الوداد البيضاوي في هذا اللقاء اللي اكيد غادي نكونوا حاضرين وتكونوا حاضرين معنا الحديث عن كل الامور اخر الاخبار الفريق الوداد البيضاوي، وايضا البث المباشر غادي يكون يوم غد ان شاء الله قبل المباراه بساعه من الزمن. وكنتمنى واحد موفق ايضا فريق الفتح الرباطي للمباراه المقبله ديالو امام رشيد صاحبي، راه ما كافينا الساعه مع الحباب مع الاصدقاء مع المتابعين ديالنا، ما قدنا الساعه نبداو قبل صاحبي، خصنا نتواصلوا مع الناس غدا راه نتكلموا غير على الوداد فقط، نتكلموا على التشكيله، غنتكلموا على اخر الاخبار اخر مستجدات من يرافق الوداد في هذه المباراه من المسيرين، وكذلك اللاعبين اللي جاهزين اللاعبين المبعدين او اللاعبين اللي عندهم اصابه وعندهم توقيفه، غنتكلموا داك الشيء مفصل يعني اجمالا في كل ما يخص فريق الوداد البيضاوي رحلته الى الجزائر. اسمح لي يا رشيد قطعتك الله يحفظك. نعم خذ راحتك كل شيء ديال وكمل انت الماركي ديال الجمهور. مرحبا مشاهدينا، الهدف كنا غادي نسجلوه جميع غدا ان شاء الله في نفس التوقيت قبل اجراء المباراه. كنتمنى واحد الموفق للفريقين والمنتخب المغربي ايضا المباراه المقبله اللي غادي تجرى بمركب محمد الخامس في 7 من شهر اكتوبر المقبل. شكرا على المتابعه والى اللقاء.